السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روضات وأكاديمية العزيز النموذجية، السلط، الصف الثامن، المادة التربية الإسلامية، معلمة المادة حنان العمايرة. اليوم الأحد الموافق 29 من آذار 2020. درسنا اليوم فضل العلم والعمل به. إن العلم هو أساس الحضارة ومصدر أمجاد الأمم وعنوان سموها وتفوقها في الحياة. وعندما جاء الإسلام جعل للعلم والعمل به مكانة عظيمة، سواء كان علما دينيا أو علما دنيويا. وقد اهتم الإسلام بالعلم اهتمام عظيم من خلال الآيات والأحاديث التي تحث على طلب العلم. بداية سنذكر مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم. أن أول آيات أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم تحث على العلم، وهي آيات من سورة العلق التي أنزل بها جبريل على النبي في غار حراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقد سمى الله تعالى سورة في القرآن الكريم باسم أداة للعلم، وهي سورة القلم. جعل الإسلام طلب العلم فريضة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولفظ مسلم هنا يشمل الذكور والإناث، وعلى المسلم أن يجتهد في طلب العلم من خلال القراءة الواعية والبحث العلمي المبني على قواعد وأصول صحيحة. وحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أنزل عليه الوحي كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه امتثل للأمر الرباني وكلف أصحابه بالقراءة والكتابة ودعانا في طلب العلم. حث الإسلام على التفكر والتدبر في الكون بما فيه من مخلوقات، وجعل ذلك طريقاً موصلاً إلى توحيد الله تعالى وعمارة الأرض وفق المنهج الرباني الحكيم. على الإنسان أن يتأمل في خلق الله تعالى، وعليه أن يقوده هذا التأمل إلى طريق واحدة، وحدانية الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى لا شريك له. حث الإسلام على تعلم العلوم الدينية والدنيوية النافعة، وقد جعل ذلك سبباً في تقديم الخير للمجتمع والبشرية جمعاً، وقد رتب على ذلك الأجر العظيم للمسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. والعلوم النافعة هي العلوم التي تنفع الإنسان في حياته ويستفيد منها المسلمون ويحتاجون إليها، والتي تأتي في الخير للمجتمع. هذه العلوم النافعة التي يؤجر عليها المسلم. رفع الإسلام مكانة العلماء وجعل لطلبة العلم أجراً عظيماً. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. العلماء هم منارات الأرض وورثة الأنبياء، وجاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم على تكريم العلماء والأجر العظيم الذي يناله طالب العلم. نهى الإسلام عن التنجيم والأوهام والأساطير. علل ذلك. عندما نراجع ثقافات وعادات أمم سابقة في القرون الماضية، نلاحظ أن فيها الكثير من الأوهام والخرافات والافتراضات والأساطير. ولقد جاء الإسلام وجعل حقيقة مؤكدة، وهي أنه كلما تقدم العلم وارتفع الوعي عند الناس قل الاعتقاد بالخرافات، وكلما زاد الجهل وقل الوعي زاد الإيمان بها. ولقد عد الإسلام أن العلم هو الطريق الرئيس للوصول إلى الحق، وهو الطريق الموصل إلى توحيد الله تعالى. ولقد عاب الله تعالى أيضا على المقلدين لآبائهم في عباداتهم من دون علم وبينة.
ولقد حارب الإسلام الخرافات والأوهام والأساطير التي كانت تسيطر على العقول فتصرفها عن الحق إلى الباطل، ونهى الإسلام عن التنجيم التي يدعي أصحابها معرفة الغيب، وبين أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، صدق الله العظيم. أي إنسان يدعي أنه يعلم بالغيب فهو قد كفر وأشرك بالله تعالى. الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كان أحد يعلم بالغيب لكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الغيب جعله الله أمر منفرد به فقط. فأي إنسان يدعي بأنه يعلم بالغيب فهو قد أشرك بالله تعالى وكفر. وهنا نكون قد أتممنا درس اليوم. تذكروا أن بالعلم ترتقي الأمم، وبالعلم يحيى الإنسان، وبالعلم تتطور الشعوب، وبالعلم ينتصر الحق على الباطل. تذكروا دائما أن العلم نور، فلا تملوا من طلب العلم. نلتقي في القمة أكاديمية العزيز.